إنه ولي ذلك والقادر عليه. أني والرسالة ما سنت مغاري نختم سلسلة إن شاء الله عز وجل. القضية أنت مغاري، القضية أنت مغاري هي سنت ربي تبارك وتعالى القيمت، هي سنت ربي تبارك وتعالى القيمت عمس القرآن ولا خمس السنة. هي ربي تبارك يعني الصورة عمس القرآن اسمها صورة النساء وتلا صورة الرجال. أبكر القرآن كله صورة النساء إلا اسم ربي تبارك وتعالى الصوت كله تسمى سورة مغار وهو سورة مريم. إكرم ربي تبارك وتعالى تمغار تختم الزيخ يتفرق يهب لمن يشاء إناثا كما في أواخر سورة الشورى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل ما يشاء عقيمة. يشرف ربي تبارك وتعالى الزوجة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يشرف تيا الوالدة حديت ولا حرج تيا الوالدات واحد التالي الوصية نربي ربي تبارك وتعالى توصينا الإنسان بصيغة التعظيم ووصينا الإنسان بوالده كما في سورة لقمان حملته أمه وهنا العلوان غذي الله يوصينا الإنسان بوالده السين يبدر نضرب الأم مباشرة وصينا الإنسان بوالده حملته أمه وهنا العلوان وفصاله في عامين أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. يوصي ربي تبارك وتعالى من سورة الأحقاب ووصينا الإنسان بوالده حسنا حملت أمه كرا ووضعته كرا وحملها فصاله 30 شهر حتى إذا بلغ شدة وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه إلى آخر الآية. تلك هي الوصية سورة النمل تلك هي الوصية يعني أمزم سورة الإسراء قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف أقول لهما قولا كريما أخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل ربي ارحمهما كما ربياني يعني صغيرا وصيت نربي سما سنت مغاري كله تنت وصيتي مغاري ميا تام غارت إزوان في الزغزة النبي صلى الله عليه وسلم تام غارت إزوان في استومن خديجة من الخواليد انت إزوان في استومن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تام غارت إزوان في استموت شهيد على الإسلام مسفيا من سمية معمر تام إزوان نبي دي استموت على الإسلام أم عمرة دفع في النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد ألا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهل السياسة سليني يا أم عمار سليني مما شئت قالت أسألك رفقتك في الجنة تام غارتا يا ربي زرتي مغارينا الكل زرتي مغارينا يا ربي زرت ديننا لله وإنا إليه راجعون والله دارت حشان تسوتي تستي مسلمين يسون زيد مثل سنت مغاريني مسلم يسون زيد ما يكون يقول يلا عيبي تمغاريني يلا عيبي هي ريازن أشكو تام غارتو مسلمة يا دي اللي سو مسلمة يا دولت ما سو مسلم والله وسما زاد تفضل يضغى يمول يتفوت مع رد نصية ورسين كما تزطفا ورسين ما تشتري دار ورسين ما يزلوك شيء هيني تتشكم نكتير نختاني أكسيد لكربوني كي اللي بدأ سنعقا غان إيه يورج ليزو تيسوى الفاقري فوصا في عاري عاري يزمو لدى تقول تيت مغار سر بسافر روح تجمع دي خدار دام حند مشك أظلم أردي سيد إتوى الدام حند الناس خلصوا يخلصين يجرين إدى يارا قرب صفي تبدل لي كشوف روح عزكم الله صافي يرزمو ولاد داي في الضع ماشي غاري نسى الشوا يلكي من الحوافر في الضع تم رحم الله صلى الله العفو والعافية تفرخني هاد لي حديد ولا حرج وكان غاد نص الله العفو والعافية لابد الحياة ورسولي اللي قال الخلق يا انت مغاري امنا عائشة كاتبت لنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا اهل السيار انك امنا عائشة اللي اختي النكا يتيم ضل النبي صلى الله عليه وسلم دابو بكر الصديق البيت ألسى غيلي تلسى ما أفخي من عادي حواجي السوس فتقول إنما هو زوجي وأبي زوجها مال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم هي نار يزن دمسنا أبو بكر الصديق يا بابس أشكو الطيم ضل غلبيت أم عائشة ناك ألسى الحواج لي تلسى ما أفخي من زوج سيدي مين ناك لي غير موت سيدنا عمر يتيم ضل دار أم عائشة غلبيت فعينما دفن عمر قالت الصديقة بنت الصديق كنت أشد عليها من ثيابي التحبوت مغارتها العجاب تستر الحال تنصر الدات نسع علاش نك حياء من عمر مغارتها ذات تحشى مايور يزي الطيم ضالة ذات صديق البيت والله ريخ صد من يقول ما نروح التحشمت مغارتها غيور يزي الطيم ضالة ذات صديق البيت حياء من عمر تلسى العجاب تلسى النقا بنس يغرد شمس البيت أشكو الطيم ضالة هي سيدنا عمر وشكون زبايا تليت
اش تلقى التمارين ما سوا زيق ما انا وتحيا انا الله في لاي عفور هذا ودي في لاي عفور بس نقول له تمارين يسموني حريفي يسمون الشوافر الهيره يسمون الشوافر الطاكسيات ناتي الدبل لا لا اريد سوق اريد توزع الكورسه سوق الميم امي في ربي الحلاق من كمي دوا فهذا وكل ما غادا تسنى هذا اللي كنت معي الله رحم الله هذا اللي كنت معي موسى والله بالعدد اللي كنت معي موسى فهذا مما يندى له الجبين سنة فرخين إيه بدرت نتربي طبعاً في دعم نازل القرآن أشوي يسنت الإحياء أما في سورة القصص كان نربي طبعاً ولما توجه تلقى مدين ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون وجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير ثقيل فجاءت إحداهما تمشي على السحية يبدأ ربي الحياة في الأخطاء تمشي على السحية قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الحياة في سنتي الله سنتي ربي سيدنا موسى يرزق ربي تم غطة يرزق ربي تهور سيدنا موسى استيتان علاش الحياة اللي يزي الله تفر أخطاء تغلاغ لبورصان الحياة اسمش كير باقي سيخدم سيدنا موسى إيه قيت من سنين تاميس قوازنا يعني مرواز من فروختا ما استيسغلا الحياة اللي يسيلا الحشمات اللي يسيلا تاميس إني تاميس قواز الخدمت تاميس نتووري أي أنا مرواز من فروختا زرماني غنت لا أما سلماديان موسى يفوت زغميصر إسمه قارت نضربيه داروانيان إزر يس الحياة إرسقى ستربي دبارك وتعالى تشتا مغارتنز إزر الحياة دارت مغارينا وكم دي ستنا دي ستمتنا إلا من رحم الله أنا تروى الحلال يقول ما يجراني يدرس ما يستنص الله العفو والعافية صنفان من أهل النار لم أرهما صنفان من أهل النار لم أرهما كلي ترون أهل النبي صلى الله عليه وسلم يصير الله رهود غمدن يعني جهنم لم أرهما ورتني زران النبي صلى الله عليه وسلم يبدر جسمي نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة يلعنهن فإنهن ملعنة إلى الحديث لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا إلا بأن ريح الجنة يوجد من مسافة 500 سنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها كاسيات عارية إلسات وإن نلسن مائلات المؤمنات إلا بأن نتميان تخطوة دنسن إلا بأن مؤمنات يعني مي إيرجازن أسميال ديرجازن أتنتحية دامازن الصواب إلعانهن فإنهن ملعونة اسمه اللعن فاطرد من رحمة الله ضرب بدر اللي ما سبحان كرت نصيات الكسن بدر ضرب بيضه ودار قسم حب المرضى ضرب بيضه بركه تعالى هذا يسقي الاخلاص لوجه الكريم في صالح القول والعمل يعني النقطه اللي زوال نصيه لوالدينا هذا ما سيفقينا يعني لني يدرك شويه ضرب بيضه بركه تعالى خدم كنوا لاتني سوا فولكي لما الشباب ضرب بيضه بركه تعالى الدرار للشباب اللي هما صغارات لما سنت مغارين ضال ربي تبارك وتعالى اسقيت مغارين السيطرة الطهر الحياة العشمة انه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا بدل ما احيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين واخذل اعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا وأصلح أحياءنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات العروسين نسأل الله عز وجل يبارك لهما ويبارك عليهما ويجمع بينهما في خير اللهم ارزقهما ذرية صالحة موحدة ينفع الله تبارك وتعالى بها البلاد والعباد يا رب البلاد والعباد أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم ملائكة اللهم أطعمنا طعامنا واسق من سقانا جعله الله عليكم طعامكم من أبرار يقومون الليل وصومنا النهار ليسوا بها ثمد ولا فجار اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد شباب الأمة إليك ردا جميلا اللهم رد نساء الأمة إليك ردا جميلا اللهم ارزقهن العفاف والطهر والحياة والحشمة إنك ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وأستسمعكم كثيرا أيها الأفاضل، أطلت عليكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.